باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نشكر إلهنا الصالح الذي أعطانا ونحن في بداية هذا الصوم المبارك، إذ اليوم هو الأحد الأول من الصوم، وغدا تبدأ فترة الأربعين. أعطانا بهجة بدء الخدمة في هذه الكنيسة المباركة التي تحمل أسماء أربعة من القديسين العظماء في كنيستنا، اثنين من الشهداء قديس مرقيوس أبو سيفين وقديس مريمينا، واثنين من أباء الكنيسة في عصرنا المعاصر، وهو القديس البابا كيرلس السادس والقديس الأنبا إبراهام أسقف الفيوم. وهذه الكنيسة ليس في جمالها فقط كما ترون في بنائها، في أيقونتها، في طلائها الداخلي اللون الأبيض واللون الذهبي الملوكي، لكن أيضا جمالها في قصة شعبها بقيادة أباء الكهنة أبونا لوقا وأبونا كيرلس وأبونا أنجيلوس، كيف منذ 10 سنوات واجهنا موقفا صعبا نتيجة الأزمة الاقتصادية التي حدثت في المجتمع الأمريكي، وأصبحت هذا المبنى يمثل عبء مالي ضخم على الكنيسة نتيجة هذه الظروف الغير متوقعة. وكانت هناك أفكار كثيرة كيف يمكن مواجهة هذا الموقف الصعب ناحية المالية، لكن الله حول هذه الضيقة إلى عمل عظيم نفتخر به ونعتز به، وهو كيف تحول هذا المبنى إلى هذه الكنيسة والقاعة وكل الملحقات اللي موجودة، اللي كلكم تعبتم واجتهدتكم في أن تكون بهذه الصورة المباركة. ودايما الكنيسة الحقيقية ليست هي المبنى ولكن الشعب، أن الشعب هو الشعب المسيحي، هو جسد المسيح، الكنيسة هي جسد المسيح، وجمال الكنيسة هو في شعبها وعظمة الكنيسة في خدمتها. ودايما الخدمة المثمرة بتثمر في كل شيء، تثمر في النفوس وتثمر في المباني وتثمر في اجتياز الضيقات. لذلك نحن نعتز بقصة بناء هذه الكنيسة ونعتز بما وصلت إليه، ونعتز بالخدمة موجودة في الكنيسة وخدمة الأباء والشمامسة والخدام، ونعتز أيضا بمحبتكم للكنيسة وسخاء أعطائكم اللي أمكن أنه نصل إلى هذا اليوم. وكان مرتبا أن نحن ندشن هذه الكنيسة في هذا اليوم، لكن رأيت أنه مع هذه القصة الجميلة وكيف وصلنا إليه أن يكون هناك احتفالا آخر أعظم وأفضل في وجود أبينا قداسة البابا تودروس الثاني في زيارته إن شاء الله العام القادم إلى أمريكا، وهو قبل الدعوة أن هو يزورنا في هذه الإبرشية وأيضا أن يدشن هذه الكنيسة. فنحن اليوم بنحتفل احتفال مبدئي ببدء الخدمة في الكنيسة، وإن شاء الله ربنا يدي العمر للجميع ونتمتع باحتفال أكبر في تدشينها بيد قداسة البابا تودروس الثاني والأباء الأساقفة. والآن نستمع إلى عظة القداس على فم أبينا الحبيب نيافة الأنبا كيرلس، والمجد لله دائما أبديا آمين.